دكتور إياد الحلاق، أخصائي علم النفس الإكلينيكي ورئيس دائرة علم النفس في جامعة القدس، وطبعا شكرا جزيلا للجمهور اللي كان معنا هنا في الاستوديو. وأما أنتم مشاهدينا الكرام، يمكنكم متابعة حلقات برنامجنا أعطونا فرصة والمشاركة بالإجابة على الأسئلة المتعلقة بحلقات البرنامج على الموقع الإلكتروني لجمعية التواصل www.tawasol.ps، وعلى الموقع الإلكتروني لتلفزيون القدس التربوي www.imm.ps. وهذه تحية مني ومن طاقم العمل، ونلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله.